ايش اشكال وجود هالواسطه اليوم بالوظيفه يعني كيف تتمثل اليوم؟ ال ال خليني خلينا نحصر الواسطه وين تتواجد اكثر شيء مم. في الوظائف الان، خلينا نقول في الوظائف ال ال الحديثين التخرج مم. قد يكون فيها واسطه، لان هذه اكثر الوظائف اللي تبحث او تحاول تستكشف مهارات الشباب ومهارات اللي 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 ما بعد تدرج في, في, في السينما الوظيفي، لكن اصحاب الخبره لا عرف السوق الان اصبح مجتمع بسيط يعني اذا جينا نتكلم عن مسؤولين في في اي شركه بمجرد ضغطه زر في وسائل السوشيال ميديا الان تقدر توصل له وتعرف انجازاته وتعرف شو سوى، لكن الوظائف ما زالت الواسطه يعني بشكل كبير تكون موجوده في الوظائف خلينا نقول الحديثين التخرج او الوظائف البدائيه.